نعم، تحياتي لك زميلنا العزيز احمد الخلالي، لكل مشاهدي قناه الاردن الرياضيه، شاشه التلفزيون الاردني، برنامج المجله الرياضيه. نحن الان نتواجد في منطقه الساحه العشبيه بجوار المدرج الروماني وسط العاصمه عمان، اجواء ماراثون عمان 2024. معنا لينا الكرد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. مديره تنفيذيه للاردنيه للماراثونات، ماذا نقول اليوم؟ نقول كلنا فخر واعتزاز بهذا الماراثون. الحمد لله نسخته ال 14 نجحت، وخصوصا انه احنا اجلناه العام الماضي، وكانت مشاركة واسعة وأعداد كتير كبيرة. كان في عنا حوالي 5000 مشترك على سباق العشرة كيلومتر، و700 مشترك بين 42 و21، وإن شاء الله يكونوا الشباب حققوا أرقام قياسية. لسه ما عرفت النتائج، عرفت المراكز بس الأرقام لسه. المهم السباق نجح قبل أن يبدأ. الحمد لله، الحمد لله، وكان في إقبال شديد عليه وعلى التسجيل، ويعني لو ضلينا فاتحين التسجيل لليوم الصبح كان لسه الناس بتسجل. ماذا تقول لنا الكرد للأبطال اللي حولنا الآن؟ بقول لهم أنا فخورة فيكم جميعا، يعني إنه هم كمان بفترة قصيرة جهزوا حالهم، تعرف لأنه الظروف اللي تعرضوا إلها السنة الماضية وتركوا فترة، فأنا فخورة بإنجازاتهم جميعا، سواء ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بطلنا أحمد المحيسن، بطلاتنا هبة وأمل، عون الرجبي، يعني كلهم، بلال أبو منسي، كلهم يعني فخورة فيهم. مثقال عبادي ما بعرف إيش صار، وصل ولا لسه، فلسه عم بهيني بسمع النتائج معاك، بس دول اللي شفتهم أنا على خط البداية. يعني النتائج بنشكر كل الجهات الداعمة على رأس أمانة عمان. شكرا جزيلا لأمانة عمان والراعي الرئيسي بشركة برومين والبنك العربي، شركة زين، كل الشركات الداعمة، يعني لولاهم، لولا دعمهم احنا ما كان وصلنا لهي الصورة المشرقة. واحنا فخورين بالأردن انه احنا بنقدر نعمل هالقد ماراثون ضخم وبهالقد تنظيم عالي. نشكر فريق ران جوردن والمتطوعين وعمال الوطن وعمال أمانة عمان على هذا الإنجاز الرائع، والأجهزة الأمنية طبعا ما بدنا ننساهم، والتلفزيون الأردني. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لكم، أكيد يعطيك العافية أحمد المحسن. الله يعافيك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أنهينا السباق بخير وسلامة. أولا رقم جيد الحمد لله، الأجواء حلوة، السباق كان قوي جدا السنة هاي، كثير مبسوط لأنه كان سباق قوي، العدائين الأردنيين في تطور ملحوظ، وصراحة بدي أشكر الست لينا الكرد على دعمها للعدائين. آخر فترة كان دعم للعدائين، فهذا الإشي زاد من المنافسة وزاد من مستواهم. يعطيك العافية، أكيد الأول الأولى والثانية بسباق العشرة كيلو. صحيح. السلام عليكم، أنا هبة حمود، المركز الأول بالعشرة كيلو. الحمد لله حطمت رقمي من سنتين بدقيقتين وشوي، وحطمت رقم سباق عمان للعشرة كيلو بسبعة وثلاثين وثمانية وعشرين ثانية. ما شاء الله عليك. الحمد لله. أنا أمل صباح، جبت المركز الثاني اليوم، وكمان الحمد لله حطمت زمن الشخصي أنا، عن يعني حطمته في 30 ثانية تقريبا. السباق كان حلو، التنظيم حلو، وحتى الجو يعني حلو كتير اليوم. يعطيك العافية، أكيد ناهدة يعطيك العافية. الله يعافيك، أنا ناهدة البوات، ركضت 21 كيلو والحمد لله حصلت على المركز الأول. أنا بشكر مديرية الأمن العام، وبشكر مدير الاتحاد الرياضي، وبشكر الست لينا مديرة الجمعية للماراثون وسمو الأمير رعد على هذا الدعم. دعمنا معسكر في المغرب، والحمد لله قدرنا أن نحصل مراكز وزمان، وبشكر المدرب زهير زبون. شكرك، يعطيك العافية. علي زهير، ماذا يقول اليوم؟ طبعا اليوم احنا هذا كان يوم دائما ننتظره من سنتين، وبنفتخر ونعتز بماراثون عمان الدولي انه هو واجهة الاردن للعدائين اللي من برية البلد. طبعا وبنشكر ست لينا وسيدي فراس على دعمهم وتحفيزهم لاشخاص ذوي الاعاقة. الكابتن بلال ابو منسي حاصل على المركز الاول 10 كيلو، كان ماراثون مميز، وبشكر كل الداعمين وبشكر ست لينا على هذا الماراثون الرائع. رائد حويتي من فلسطين، نادي العودة الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، كان إلي الشرف الكبير بعد الغياب عن الماراثونات 3 سنين إن أشارك اليوم وأشارك في بلدي الثاني في الأردن وأشارك في هذا الماراثون. أهلا وسهلا فيك، عوني رجل، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا رب. أول شيء بنشكركم على تواصلكم معنا بعد الظروف الصعبة والأحداث الصعبة، بيطلع أردننا بصورة جميلة جدا رياضيا، والحمد لله اليوم أبطالنا حققوا مراكز كثير كويسة وأزمان جيدة جدا، وإن شاء الله يظل بلد الأردن أمن والأمان، ونقدر نعمل سباقات على مدى على مدار السنة. شكرا عنا، أكيد لحظة العودة من نعم. صاحب المركز الأول حذيفة عكاوي، صاحب المركز الأول. نحب نشكر التلفزيون الأردني، نحب نشكر سيادة السيدة لينا الكرد على دعمها المتواصل لنا في السباقات،
والحمد لله حرصت اليوم مركز أول، تغلبت قدرت أتغلب على بطل السباق وبطل كيني جاي من المحترف من برا الحمد لله. ألف مبروك أكيد لحظة العودة إليك زميلنا العزيز أحمد الخلالي في استديو المجلة الرياضية، تحية لك ولكل من عندك في الاستديو أكيد، مخرجنا اليوم محمد النباس، شكرا لمحمد المبيضين في التصوير وفي الخدمات الإنتاجية وسلام القريوتي، ولحظة العودة مع هذه اللقطات من الساحة الهاشمية من أجواء ماراثون عمان 2024 إليك أحمد.